انا كنت راكبه مع اوبر، فبعد كده جاي بفتح الباب، قام الباب خبط، فالباب اتخدش خدشه بسيطه، فانا بصيت قلت له انا اسف حقك عليا، انا ما كانش قصدي اعمل كده. فقام قايل لي لا حضرتك دي غلبانه قوي جدا، عايزه تطبطب عليها. وبعد كده ابتدى التريب وجايين ماشيين، فبقول له اسمعك لف اللفه دي بيردش عليا، بعد كده اللفه الثانيه قلت له لف اللفه دي بيردش عليا. توكسيك قوي يعني حاجه موتره قوي اصلا، تركب مع حد في لفتين قلت له ردش انا مكمل في سكتي. حضرتك انا بكلمك، حضرتك لزعتي الباب، حضرتك انت خليت فيها حضرتك. فبقول له لا حضرتك يعني لو انت متضايق نزلني يا عمر، نزلني يا عمر. لا والله لو هو بقى انت طريقتي مش عاجباك نزلني. ايه يا استاذ امرا؟ ده نزلها يا عيني يا عيني، ده انت راجل قوي. طب ابعتي لوكيشن، ابعتي لوكيشن، ابعتي لوكيشن، ما تضحكش من عندك، ما تضحكش، يلا يا يلا في الفيديو.